مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا. يمكن الجزء الخاص بالمشروعات اللي أعلن عليها الرئيس النهاردة أثناء افتتاحه مجمع صناعة الأسمنت في بني سويف كان متعلق بوزارة الزراعة، واسمحوا لنا ناخد تفاصيل أكتر عن المشروع من خلال اتصالنا بالدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة. مساء الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وانتم بالصحة والسلامة. طيب احنا بنتكلم على مشروع هيستفيد بيه أهالينا في 4 محافظات في صعيد مصر، ممكن حضرتك تكلمنا عن تفاصيل وتدينا ملامح أكتر عن هذا المشروع؟ الحقيقة إنه سيادة الرئيس من خلال المشاريع اللي تم افتتاحها خلال هذا الأسبوع بتؤكد على اهتمامه بالصعيد يمكن بصورة غير مسبوقة من قبل، وده الحقيقة بيأكد أيضا على اهتمامه بتوفير فرص عمل لشباب الصعيد. وطبعا ده هينعكس على التنمية وزيادة الإنتاج الزراعي عشان نقدر نحد من استيراد الغذاء، وفي نفس الوقت بتتوفر فرص عمل لأبنائنا في الشباب في محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج زي ما سيادته ذكر. تمام. والحقيقة إن احنا دلوقتي بنعمل دراسات تأكيدية للموارد المائية والأرضية المتاحة علشان إن شاء الله زي ما سيادته ذكر في خلال فترة لا تتجاوز شهرين يمكن أن يعلن عن هذا المشروع الضخم اللي هيوفر فرص عمل كبيرة لأبناء شباب المحافظات الأربعة. وكمان سيادة الوزير هيتم تسليم الأراضي زي ما يعني سيادة الرئيس قال أنه في خلال سنة هيتم تسليم الشباب في المحافظات الأربعة لهذه الأراضي الزراعية، مظبوط؟ هو يمكن كمان سيادة الرئيس يا أستاذة ريهام ذكر أنه الأراضي دي هتكون خارج نطاق شركة الريف المصري. تمام. يعني بره ملهاش علاقة بالمليون ونص مليون فدان اللي هم المرحلة الأولى. أيوه، وأيضا مش يعني معظم التكلفة اللي هتتحملها الدولة لخدمة هؤلاء الشباب على أنهم يقدروا يبقى عندهم مشروعات يعني متوسطة وصغيرة بأقل تكلفة ممكنة. تمام. ومن خلال بقى جديتهم في استثمار هذه الفرصة يقدروا انهم يحققوا ذاتهم ويكون تلك المشاريع ملك ليهم على المدى الطويل بإذن الله. طيب سيادة الوزير برضو سؤالي لحضرتك انه مسألة المليون ونصف مليون فدان ايه اللي تم فيها لغاية دلوقتي والمفترض انه يتم انجاز يعني يتم انجازها خلال فترة قد ايه؟ الفترة الزمنية عشان يتم انجازها. هو بيتم طرح الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع من خلال شركة الريف المصري، ويمكن آخر مساحة تم طرحها لحد دلوقتي كانت حوالي 100,000 فدان، وفي إقبال كبير من الشباب والمستثمرين على الحصول على هذه الفرصة لأنها بتمثل نقلة كبيرة بالنسبة للإنتاج الزراعي في مصر. وعايزين نأكد أيضا أنه مشروع المليون ونص فدان يتم من خلال مفهوم التنمية الشاملة. طبعا. بمعنى أنه ممكن يبقى فيه فرص للزراعة، فرص للتصنيع الزراعي. طبعا. فرص للتجارة، للوجستيات، عشان نقدر من خلال مفهوم التنمية الشاملة ان احنا ننقل كتلة سكانية من ارض الوادي الدلتا المزدحم للاراضي الجديدة ان شاء الله. طب اسمح لي يا فندم اسالك برضو، انا بيتهيالي انه رؤية وزارة الزراعة لفكرة او مشكلة يعني محدودية مواردنا المائية، ازاي بتبصوا للملف ده وازاي حاطين في اولوياتكم فكرة تطوير المنظومة الزراعية في مصر بشكل عام خصوصا مع التوسعات والمشروعات الكبيرة اللي بيتم الاعلان عنها؟ سؤال مهم يا استاذ احمد. الحقيقه احنا بنشتغل على عده محاور. المحور الاولاني هو ترشيد استخدام مياه الري، ايضا استنباط اصناف جديده تتحمل الجفاف بدرجه اعلى وده بالتالي يقلل من احتياجاتها المائيه،
ايضا النظر في استخدام طرق زراعه جديده للمحاصيل الرئيسيه تقلل من استعمال المياه، فضلا عن ادخال النظم الحديثه في الري، وده كله بيصب في النهايه في تقليل احتياجات المساحات الحاليه من المحاصيل المختلفه للمياه، وده يتيح لنا يعني ترشيدها طبعًا. يتيح كميات اضافيه نقدر ان احنا نستخدمها في المشاريع الجديده. اكيد. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. وزير الزراعه دكتور عز الدين ابو ستيت، شكرا جزيلا يا فندم على مشاركه حضرتك معنا في برنامج مصر يمكن النهارده. يا ريهام قبل